ينضم معنا من الرياض المحلل السياسي الدكتور عبد المجيد الجلال. بداية دكتور أرحب بك، خادم الحرمين الشريفين، عميد ومسؤول الأسرة منذ 50 عاما، ويؤسس لجيل جديد. نحن اليوم نحصد هذا الجيل بتعيينه أمراء للمناطق وكذلك ولي للعهد. بالتأكيد، أولا تحياتي لكم جميعا. حقيقة في البداية أهنئ القيادة والشعب السعودي باختيار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ونبايعه في ذلك على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في إدارة الدولة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. بخصوص هذه القرارات وهذا اليوم الوطني حقيقة المفعم بالأمل والملهم لنا جميعا، هذا اليوم ممكن قراءة هذه القرارات من خلال أكثر من زاوية. الزاوية الأولى أستاذ الكريم أنها تكشف عن استقرار ومتانة بيت الحكم السعودي ووحدة القرار والهدف، وهذا سوف ينعكس إيجابا أكثر على متانة واستقرار المملكة العربية السعودية بإذن الله. الثاني أن الملك سلمان حفظه الله يستمر في ضخ المزيد من الدماء الشابة إلى كل مفاصل الدولة، وهذا من شأنه حقيقة أن يؤدي حقيقة إلى إعطاء حيوية أكثر للعمل الإداري والعمل الوطني، بما ينعكس إيجابا على الوفاء باحتياجات المواطنين على كافة المستويات. ثالثا أستاذ الكريم، حقيقة هذا القرارات الملكية وبتحديدا تعيين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، هذا حقيقة سوف يعطي زخم أكبر للبرامج الاقتصادية والرؤية 2030، باعتبار أن الأمير محمد سلمان هو الذي وضع هذه الرؤية وهو الذي يشرف على تنفيذها وإدارة برامجها، ومن ثم فنحن على إشارة في مرحلة سوف يكون هناك زخم كبير لبرامج هذه الرؤية لتحويل اقتصاد المملكة من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج إلى الاقتصاد المتنوع المستدام، بما يحقق حقيقة رفاهية المواطنين ويحقق المزيد من الزخم للعمل السياسي والعمل الوطني للمملكة العربية السعودية. أيضا من زاوية أخرى يمكن نظر إلى أن هذه النجاح برامج الإصلاح الاقتصادي حتى الآن انعكس في القرار الملكي الكريم بإعادة العلوية والرواتب والبدلات إلى المواطنين، وهذا يؤكد أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي تتجه في طريقها إلى تحقيق أهدافها التي وضعت لها. لا شك أن هذه القرارات سوف تكون لها ثمار في المرحلة القادمة وسوف تنعكس إيجابا على كافة الصعد. نعم، شكرا لك الدكتور عبد المجيد الجلال المحلل السياسي، كنت معنا من الرياض.